بمسيرتي كلاعب فري فاير اكثر اشي عقدني هو الثلج، وكلنا بنعرف انه الثلج اشي اساسي جدا للاحتراف، بس مشكلتي مش بكيف احط الثلج، مشكلتي بكيف احط الثلج بسرعة او بمعنى اخر مثل المحترفين. وعشان اكون صريح معك، هاي اكثر مرحلة عقدتني واخذت مني وقت عشان اتعلمها، وانا متأكد انه كثير منكم لساتهم متعقدين منها وبنصدموا لما يشوفوا كل المحترفين بيعملوها ببساطة، وحتى في منهم مش يوتيوبرز ولا اشي ومع هيك بيقدروا يعملوها وبكل سهولة. بس بما اني انا تعديت هاي المرحلة، اكيد ما رح اتركك متعقد فيها، ورح اعلمك كيف تطلع منها باسرع وقت، وخليك تشوف المحترفين اللي بيعملوها وبتحكي عنهم واو ولا اشي مقارنة بسرعتك، وحتى لو موبايلي ضعيف وحتى لو موبايلك ضعيف. بس قبل ما نبلش، انزل تحت واشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. واهلا فيكم مع دراغونوف from zero to hero. اوكي، انا عارف شو اللي خاطر ببالك هسا، هاي الحركة بس للمحترفين وانا مستحيل اسويها، والاحتراف لاصحابه وانا مستحيل اصير محترف. بس حبيبي ركز معي قبل ما نبلش باي شرح، حاب اطمنك انه كل المحترفين بما فيهم اليوتيوبرز اللي انت بتحبهم وشايفهم قدوة لإلك، كلهم بلشوا من الصفر، وبيوم من الايام كانوا بمستوى اقل منك بكثير. يعني بمعنى اخر، كل ما تدربت اكثر وتعلمت اكثر، كل ما راح تصير اقرب من مستواهم وحتى ممكن تتعداهم. صاير فيلسوف، ناقصك لحية وتصير افلاطون، وانت ناقصك شوارب وتصير زلمة. بفيديو اليوم رح نغطي ثلاث شغلات مهمة، أول إشي الإعدادات المناسبة، ثاني إشي كيف تحط الثلج بسرعة بإصبعين، وثالث إشي كيف تحط الثلج بثلاث أصابع، والثلاث مواضيع أهم من بعض، عشان هيك تأكد إنك تحضر الفيديو للنهاية. أول إشي خلينا نحكي عن الإعدادات المناسبة، وهون رح أقترح عليك أفضل أماكن لكبسة الثلج، وإنت بتختار أكثر وحدة بتحسها مناسبة لإلك. أول مكان إنك تحط كبسة الثلج على اليمين، بس خليها بمكان مميز شوي، يعني مكان ما يكون فيه كبسات كثير، مثلا بإمكانك تحطها جنب الأسلحة، لأنه هذا المكان ما فيه كبسات كثير، فمن السهل عليك إنك تتعود على مكانها. بس انتبه من شغلة، إذا بدك تنزل الثلج بسرعة، نزل الثلج بزر الطلق الموجود موجود على اليسار، يعني لما تيجي بدك تنزل الثلجة بأصبعك اليمين اكبس على زر الثلج، وبأصبعك اليسار نزل الثلجة، لأنك لما تنزل الثلج بأصبعين أكيد رح يكون أسرع عليك من أصبع واحد. وإذا ما عجبك هذا المكان وكنت متعود تحط الثلج على اليسار، امسك التلفون ورخي إبهامك، والمكان اللي رح يرتخي عليه أصبعك حط الثلجة فيه، وتأكد إنك تكبرها أكبر ما يمكن، لأنه هذا المكان رح يكون أكثر مكان مريح لأصبعك، وكل ما ارتحت أكثر كل ما صار أسهل عليك إنك تنزل الثلجة. وهذا المكان له طريقتين عشان تنزل الثلجة، أول طريقة عن طريق زر الطلق الموجود على اليمين، يعني بأصبعك اليسار اكبس على الثلجة، وبعدها بسرعة بأصبعك اليمين اكبس على كبسة الطلق، وراح تلاحظ إنه هاي أكثر طريقة منتشرة، أو حتى أكثر طريقة بيستخدمها المحترفين واليوتيوبرز. بس بالنسبة لإلي أنا ما بستخدم هاي الطريقة، وبستخدم الطريقة الثانية عن طريق إني أنزل الثلجة من زر الطلق الموجود على اليسار. أول إشي حط زر الطلق الموجود على اليسار بهذا المكان أو بأي مكان مناسب لإلك، بس يكون قريب من كبسة الثلج. والفكرة ببساطة، أول إشي اكبس على كبسة الثلج بأصبعك اليسار، وبعدها بنفس الأصبع اكبس على كبسة الطلق الموجودة على اليسار. طيب ممكن تسألني دراغونوف، انت ليش اخترت هاي الطريقة مع انها ممكن تغلبك شوي عبين ما تتعود عليها؟ لانه هاي الطريقة حسيتها مختلفة شوي عن باقي الطرق، وفي الها ميزة يمكن تكون مش منتبه لإلها، واللي هي انك بتنزل الثلج بس بأصبعك اليسار، وهذا الاشي بخلي تنزيل الثلج منفصل عن القتال، لانك بتطخ وبتقاتل بأصبعك اليمين، فما رح تتخربط كثير وانت بتنزل ثلج بنص القتال. ولكن هل لانه انا كدراغونوف شايف انه هاي أحسن طريقة أنت لازم تستخدمها؟ أكيد لا، أنت حر باختيار الطريقة اللي بتشوفها مناسبة، بس أنا شفت آخر طريقة هي أكثر طريقة مناسبة لإلي، فممكن تناسبك وممكن لا. ولو كان عندك طريقة أنت شايفها مناسبة غير اللي حكيت عنهم، خليك عليها واعتبر حالك ما شفتهم نهائيا، لأنه المهم هو أنك تعرف كيف تطبق التكنيك مش أنك ترد علي.
ملاحظة صغيرة، إذا كنت تشوف زر الطلق الأيسر بالإعدادات ولما تطلع على اللعبة ما تلاقيه، فحل هاي المشكلة بسيط. أول إشي ادخل على الإعدادات وروح على الكنترولز وروح على ليفت فاير بتون، بالغالب راح يكون سكوب أونلي، فأنت خليه أولويز، وهذا الإشي راح يخلي زر الطلق الأيسر مفعل دايما مش بس لما تفتح سكوب. على فكرة عارف انه محتواي مش مختص بالتسريبات، بس التوب اب الجاي راح يكون سكن للثلجة، وبصراحة اتوقع انه راح يكون احلى سكن للثلج. طيب دراغونوف شو دخل هذا بالموضوع؟ لاني بدي اعلمك كيف تحصل عليها مجانا. اول خطوة خليني اعرفك على قناة صديقي حلواني، واللي قناته مختصة بحرق الجواهر وشرح الاحداث، يعني تقدر تقول علي عمر بس النسخة المصرية، وعلى فكرة بعمل مسابقات زيه، وهاي المرة عامل مسابقة على شحن التوب اب القادم لعشر اشخاص. واذا حاب تشارك في المسابقة الشروط بسيطة على فكرة، رح تلاقي رابط قناته في الوصف، اشترك فيها واكتب له في التعليقات من طرف دراغونوف واكتب له الاي دي تبعك، وهو رح يختار بشكل عشوائي 10 اشخاص، والشخص هذا بعز علي، فاذا كنت بتحبني اشترك عنده. اوكي بعد ما اخترنا الاعدادات المناسبة لنا، خلينا نتعلم كيف نحط الثلج بسرعة. ولما احكي عن كيف تحط الثلج بسرعة مش قصدي عن كيف تحطها وبس، قصدي عن كيف تنزل ثلج بسرعة وانت بتقاتل. وخلينا ننتقل للخطوات. اول خطوة حاول انك تعمل هيد شوت، وطرق الهيد شوت شرحناها بكثير فيديوهات من قبل، بس شو ما كانت الطريقة اللي عملت فيها هيد شوت، الجير دائما رح يكون مرفوع لفوق، يعني خلينا نعتبر انك عملت سيمبل هيد شوت، واللي هي انك تحط الايم على صدر الخصم وترفع الايم لفوق. لاحظ انه الايم بعد ما تعمل الهيد شوت رح يكون طالع لفوق، فالخطوة الاولى بعد الهيد شوت انك تنزل الايم لتحت عقد ما تقدر، عشان لما تنزل الثلجة تنزل قدامك مش بمكان بعيد عنك. وبعدها نزل الثلجة حسب الاعدادات اللي اخترتها قبل شوي، يعني تحول على الثلجة وبعدها تكبس على كبسة الطلق. ولاني اخترت اخر نوع من الاعدادات، لاحظ اني نزلت الثلج عن طريق كبسة الطلق الموجودة على اليسار، فالخطوة هاي بتعتمد على الاعدادات اللي اخترتها. شايفين ما اسهلها؟ وظلك تدرب عليها بالرومات بهذا الشكل، ظلك اعمل الحركة ونزل الثلجات جنب بعض، وبعد ما تتعود على هاي الحركة بظل عليك اضافة بسيطة، واللي هي انك تقعد قبل ما تنزل الثلجة، وهذا الاشي رح يضمن لك انه الثلجة 100% رح تنزل قدامك. يعني نزل الايم لتحت عقد ما تقدر، وبعدها اقعد حول على كبسة الثلج ونزل الثلجة، وشوف كيف رح تطلع معك الحركة، وقارنها باي يوتيوبر سواء لاعب بي سي سواء لاعب موبايل شو ما كان، شوف كيف رح تطلع معك زي ما رح تطلع معاه بالضبط. الخلاصة من هذا الفيديو، بلشنا هيك وبعده صرنا هيك واخيرا صرنا هيك، واذا عديت هذا الفيديو بقدر احكي لك مبروك، انت صرت تنزل الثلج بسرعة، بس لساتك ما وصلت مرحلة الاحتراف. ولما احكي عن الاحتراف يعني المراحل المتقدمة بتنزيل الثلج، عشان هيك بهذول اليومين اتدرب على الحركات اللي تعلمتها بهذا الفيديو، لاني رح اوصلك مرحلة الاحتراف بالجزء الثاني. تابعوني على الانستغرام واكتبولي اذا بدكم الجزء الثاني او لا. كان معكم دراغونوف، بيس.